السلام عليكم، مرحبا بكم أعزائي المشاهدين في قناة نور شانيل للوصفات. فيديو اليوم هي وصفة لعلاج الإمساك الحاد أو الإمساك الطفيف أو الخفيف، وذلك بدون أدوية. هي الوصفة صالحة لجميع الأعمار، بالنسبة للأطفال والكبار وأيضا لمختلف الأجناس، يعني الذكور والإناث. فهناك بعض الإناث يعانون من الإمساك خصوصا في فترة الدورة الشهرية، قبل أو بعد أو في فترة الدورة الشهرية. سوف أحتاج إلى مكونين اثنين. أول مكون وهو البرقوق الأسود أو بما يسمى بالعجة، أو يمكن لديها اسم ثاني لا أعلم ما هو اسمه، المهم في المغرب نقول له البرقوق الأسود. يكون هذا هو شكله، يكون برقوق مجفف، يكون هذا هو شكله، هو رائع جدا للإمساك. طبعا هنا قمت بأخذ القليل وقمت بتقطيعه إلى قطع صغيرة، ثم سوف أقوم بإضافة المكون الثاني وهي زيت الزيتون. طبعا زيت الزيتون معروفة بخصائصها في تليين الأمعاء. سوف أضيف القليل من زيت الزيتون، سوف أتركه تقريبا لمدة 6 ساعات، ثم أقوم بأكله على الريق في الصباح على الريق. أخذ ملعقة صغيرة بها القطع الصغيرة من البرقوق المقطعة وأيضا مع زيت الزيتون، ثم أقوم ببلعه أو تناوله على الريق. نتائجه تكون سريعة جدا، لدرجة أنه النتائج تكون في أول يوم إن شاء الله، ويعالج الإمساك يعني رهيب جدا. أيضا هو مفيد جدا لفقر الدم، يعني لديه العديد من الفوائد، سوف أتركها أسفل في صندوق الوصف. أتمنى أن تكون الطريقة يعني واضحة جدا في الفيديو. إذا إلى اللقاء مع فيديو جديد ووصفة جديدة مع قناة نور شانيل للوصفات، نصائح جمال وعلاج. لا تنسوا الاشتراك في القناة، وأي سؤال أو استفسار أتركه أسفل في التعليقات، سوف أجيب عنه في الحين. بالنسبة لفوائد المكون كما قلت أتركها أسفل في صندوق الوصف. إلى اللقاء.